والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم مرة ثانية. إذا بعدكم متابعين السلسلة أقول دقوا لايك سبسكرايب، هنعش في القناة وجودكم الطيب. ونبدأ الحين الحلقة الماضية ذبحت من الحين إن شاء الله ما يرجعون الخياس. للي يذكر سالفة اللي كانوا فوق فجرتهم، صرت فجرتهم والعند خيرهم بروحي بعد. بالعكس، لحظة شكرا. هذا شو السريع صح؟ انا ليش سويت فاست بلت؟ بعد ابا قنابل 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 قنابل، ابا نظف فيه المكان. اخر مرة شو صار؟ حسيت ما عندي دمج كفاية، فقمت اطور القنابل من ساعة وجهز حق شو عد ما بلفه تناحى ما بلفه. مشكلة عندي، مشكلة في الحديد انا في اللعبة الصراحة، عندي مشكلة في جادة في الحديد، يعني مشكلة ما فيها مزاح. كل ما سوي شيء والله هاي الفكرة صراحة غير جيدة صراحة بصراحة 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 فكرة تعبانة. صبر، اذا سوي ريل شو رايكم؟ بنبدأ بالقطار، بنبدأ بالقطار. خلاص انا قررت اني ابدأ بالقطار وما يخصني، ببدأ بالقطار. ما اسوي هالحلقة بداية القطار، لان بدون بداية القطار بيكون وايد صعب ننتج وايد امور الصراحة. انت جمعت وايد من هاي اللحظة. تصور خلى شيء هالمنطقة اللي فيها عيوب مصنعية اصلا، ومتوهق فيها. انا مش متوهق فيها، لكن تقدر تقولون يعني هالمكان كان ناقصنا حديد حديد، كان كان ناقصنا، بفترض ان ناقصنا. يلا الحين اختار شيء بالنا، كارغو واجن. بنسوي كم يشيل هذا؟ زي كم كبستي ماله؟ خلنا نسوي واحد، ويبان انجن عندنا، ستيل عندنا، بس ناخذنا شوي ستيل شوي انجن. وبنسوي بداية القطار. مارو محطيه هني؟ لا مارو محط القطار هني، اكيد مارو محطيه هني. طبيعي لان انا ابا هني، هو مش ممكن يكون هني. طبيعي، لحظة كان عندي بيبات انا وايد زايدة، وينها؟ خلصتم؟ اوكي ممتاز. ويبالي سيركت بعد صح؟ الكترونيك سيركت. اسرق كم عندي؟ 100 وشي بس كفاية. اقول بسرق بعد كمية البليت ما يضر. لحظة وين هذا؟ لا هذا مش جيد للسرقة. خلنا نخلص الستيل هنا شوي، بين تجمع عليه. يبالي 20 مكينة مكاين فوق، 20 مكينة ما عليه. تحمل استوى عندي 20 مكينة، بعد ابغى غير. خدت سيركت زايد، ما اعرف سويت كل شيء سويت في العالم. 20 مكينة الحين حق هذا الخايس؟ ليش؟ حق شو؟ ليش؟ بسوي سميلتنج فاكتوري، بطلع حديد هني، بسوي مصنع. شو شغلة المصنع هذا؟ ستيل فيرنس عندنا 15، اقول سوى كله مو مشكلة. سوى كارغو واجن 2. بنجرب القطار اليوم. هاي شوف طورنا القنبلة. ايوه هذا هو الكلام، هذا ما يكفي. طور القنبلة زيادة؟ لا ابغى اطور. في رصاص عندي رصاص؟ ايوه 20%.
انزين اليوم انا اول مره كنت اسوي اخطار في اللعبه هاي. انا سويت قبل اللعبه يعني لعبت فيها وايد في اول ما نزلت، ما كان الاخطار يشتغل بالشكل اللي انا اشوفه الحين، فما راح يكون يمكن مضبوط اول مره، بس بنبدا مع بعض ونشوف شو ليش انا حاط مسدس. اوكي ونشوف شو موضوع الخطر. طيب سنظف المنطقة، في العادة اسوي هالشغل هذا ورا التسجيل من ورا من خلف الكواليس، بس هالمرة لان غيرت المخطط على اخر لحظة. زين الخطر يا خطر، خلنا نستكشف الخطر. انا اللي فهمته من الجايد مال اللعبة انا بيكون عندي مكان يمر فيه الخطر اللي هو هذا مثلا، او الزاوية. حلو، مثلا الخطار بي عندي هني، انا بعبي ستيل من وين؟ من هذا. حلو اوكي، غلط هذا. شوف هذا اوكي. والكنترول ماله شوي يباله لما واحد يتعلم عليه. بس مش بالطريقة هاي. لحظة يا الله، بي بالعيد انا لين نمسكه من هني. توي محرك تتحرك توي. ايوة ار وهو شو اوكي يتبعني. فيري نايس، هذا واحد سيدة. اوكي هذا الخطر معنا. حلو الخطر وين بيوقف؟ هذا مبدئيا ابى اوقفه هني. الخطر يصير هناك، شل سامون يرجع ينزل السامون هني. هني بس في شغلتين، انزل سامون واعبي الخطر. شوف ما اخبركم، بس خلوني اشل الزوايد اللي عندي هني، وهني اعبي الخطاير. يا الله زين، هذا الخطار صح؟ اوكي بالطريقة هاي يشبك. حلو، انا كم واحد سويت؟ لحظة يا جماعة، انا سويت قبل شوي كارغو. شو كان شكل الكارغو؟ هذا صح، هذا الكارغو. انا ما اشوف الا كيف. هذا هو تحت، انا اطلع في شنطة اثنين ثلاثة. مفروض ما اسوي اختار الكبر في البداية. يبو فيول اختار عندي فيول يود. ها كارغو واجن، كم حبة يشيل الكارغو؟ خلنا نشوف ثلاث. حلو زي الاختار، يحتاج شيء ثاني، يحتاج ترين ستوب سيجنال وريل سيجنال. ما بنستعمله الحين، بنستعمله بعدين. حلو انتم معاي مركزين؟ هذا القطار وين بيوقف؟ القطار بيوقف هنا. هذا ستيشن 1. زين بزيد بعد قوة الرصاص. الرصاص صراحة احس شيء مهم، وبزيد قوة سلاحي. وفي عندي بيكون لحظة، إذا ركبت الخطار أوكي خليني أروح. ممتاز. أوب وأبوك. أوكي ما يدعم نفس السيارة، أنا قلت بس بيدعم. هاي الطريقة هاي أساسا نسوي شو؟ أوتوماتيك. حلو ممتاز. هذا ستوب شو هني ني. ترى الحين اليسون تاور ستوب. اوكي هذا الترين لوكيشن، هذا وين يروح؟ بلس لوكيشن، مش اليسون تاور. اه
ايرون عربي قام يكتب ايرون اور ايرون اور 1 حلو هذا الثاني بنسميه شو هذا بيروح الثاني اللي هو هذا لحظة الصبر لازم ليش مركب الخطار وفي كاميري لحظة خلنا نركب الخطار عندي ثلاث عربات يشلون وايد والله اوكي هذا بنسميه شو سملتنج ستيشن هذه هي المحطة اللي راح شي يسوي الخطار فيها يسوي فيها سملتنج حلو هذا وين بيروح هذا هدفه سملتنج ستيشن تايم باست كم بيوقف 30 ثانية 30 ثانية شكله اوكي حلو مش غلط 30 ثانية وهذا شو بيسوي هذا نفس الشيء مش سملتنج ستيشن لا هذا وين بيحرك زائد ديستنيشن ايرون اور مثلا هذا بيتم 40 ثانية 30 ثانية اوكي كل كوماند بروحه حلو اللي انا بسوي الحين بعبي هايل بس قصير قصير المكان لا قصير شو ابى اسوي بشل هذا مرة ثانية لحظة خلونا نقدم الخطار لين العربات كلها شو تستوي سيدة حلو شوف ايوة الحين العربات تستوي شو سيدة مركزين معي انتو انتقم انتقم هاي العربات تستوي سيدة بنشل منه محتاج حق كل حد بنحتاج حق كل حد ارم اذا في هالطريقة صح انه ارمز مثلا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اوكي اوكي بس بعد انا مش مقتنع صراحة 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 مش مقتنع ابدا مش مقتنع فالشي هذا احس المكان صغير احس انه يباله اكثر احس انه يباله بس شو بنسوي بنسوي يعني سبلتر عندنا حلو وبي بلاين قدام هايل قدامهم شو يسوي لهم يعطيهم حديد جزء من اللي عندنا هناك نحن اساس الشباب هني وين يودونه خطر بس بيكون غلط لانه لا بيكون غلط اكيد بيكون غلط ليش لان نحن شو نبى نبى يحولنا لحظة اخبركم يبغالنا ثلاثة هني اوكي كلهم شغالين مسافة قصيرة بس اذا ترينا انفنتري فل مال الخطار شوف يشيلون كذا واحد حس الانتاج بعد ما بيكفي في حديد قريب بعد في حديد مرة وراه نحن هني في حديد داخل عنا قنابل الحين بنمد حديد كله حق منو العيون اخطار لان بسوي مركز كامل لتذويب منو الحديد هذا بنسوي مركز سهر الحديد بنسميه ليش لان الحديد وايد مهم واتوقع اذا الخطار راح استغل الوقت الحين صبر استغل الوقت هذا في حد هني قاعد يهجم
ما ادري اذا عندي دفعات هناك، ما اتوقع عندي دفعات. خلوني اروح. هني بعد بي بحط دفعات انا تريو، بحط دفعات انا. صبر وينك يا صديقي؟ تورت شو ناقصني؟ بليت الحين بيصير شيل البليت، في بليت هنا. خلنا نركب على هذا اسرع، ترى اللعبة استو فيها مسافات يا جماعة، اخبركم اللعبة صار فيها مسافات حلوة. وايد الدران عندي، اذا ما عندي رصاص شو الفايدة من هذا كله؟ عندي هناك رشاش واحد، اتمنى ما ينقع يعني عليهم. اتمنى انه ما ينقع. خلنا نحط هنا واحد ثاني، ونحط في هذا، وننزل الجدران هني. مشكلة، خلي من هني مفتوح، بنحط واحد هني، نحط فيه رصاص. في حديد هني ما استغليته تراني، وين صاروا؟ احساسية عندي بالموضوع. عندي احساس سيء، ما اعرف ليش. حصل الحين محتاجه وايد، برجع له بعدين. بس عندي الشنطة فل الصراحة، وايد اوفر. هلا ارجع لموضوع القطار، شو بسوي؟ بسوي انسيرترز ونذر على الآلية مالنا، وبخليها تنزل كل شيء. كل شيء بمعنى كلمة كل شيء، بس ابغى انزل بسرعة مثلا نفس هاي اربع رمح حطي صح، وبيوقف كل مرة نفس المكان اظني. اتمنى ما يغير رايه، لان لو غير رايه بتلعبز. حتى يوم يعبون ابغى بسرعة، نبغى شوية صناديق، ونبا هذا. لا مش في الطريقة هاي، نحن بنشيل منه شيء، هذا بنحطه في شيء. لا اربع، كل واحد يشيل وايد ترى، نحطي اربع بس ما نبا اكثر. 2 3 4. الهدف ان الحين نفضي الخطار صح، ف اساسا نفضل اختار بنسوي خط في شو صناديق. اختار بيوقف دقيقة، في الدقيقة هاي تو صناديق، عقب تنشل راح التعادي يشلون اللي يبونه. مشكلة عقب يكون في خط، اللي هذا الخط اللي بيروح شو محطة تذويب الحديد، في خط ثاني بيدخل وياه. لازم اني بفحم. ليش فحم؟ عندي هني ها مكثر البترول اللي بهني خط من دخله. انزين خلنا نسوي سبريتر عيل حق البترول. شوفوا الخطار هذا، بداية الخطار هذا راح يكون شوية على الرأس، لكن تحملوا شوي يعني. نبو اندر جراوند سريع. انزين وين اندر جراوند سريع؟ ليش ما جهز؟ بسرعة بسرعة بسرعة. هذا بس اندر جراوند السريع ترى يطول، بس بحد ذاته، بس بحد ذاته شيء واي وتطالعه وشيء واو ملل وهكذا زين جاهز. بس يتحرطم عليه. زين كمل دربك. شكرا.
زين والحين انت بتي وين؟ انت صديقنا القطار وشو بتسوي له؟ بتعبي له اظني بترول بس وايد بعيد صح؟ ولا لا مش بعيد. انا بخبركم شو بيستوي في هذا، بسوي طريقة افضل. ابى اتأكد ان القطار يتم واقف بسرعة وشوف نفس الوقت يتعبى شوف بسرعة. ابى القطار بس مو يوقف اكثر من دقيقة يطول، وابا يكون عملي جدا. يعني انه الحين شو احاول اسوي اللي هو ناقصني ستيل بليت انا ولا شو ناقصني؟ لا كوبر بليت، كوبر بليت عادي. ايزي خلنا نعطي صديقنا هني طيارة 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 طيارة. خبركم الحين ترتيب في عندي رشاش زيادة، عندي عندي رصاص حقه هناك عندي اوكي، وعندي دران بسير هناك ونأمن المكان. هذا المرحلة صهر الحديد لازم تكون جامدة عساس نسوي لنا هالسالفة كلها، نسوي لنا عمدان. اوكي عنا اوفرهد جاي هني. مرحبا صديق الاوفرهد، شكرا. واحد اثنين ثلاث اربع، احتاج الخامس. ونحتاج هذا يعبي صندوق بترول، هذا الصندوق نحتاج انه واحد يعبي بسرعة. شوفوا فضة، فضة بكل اسهلية. وبني باندر جراوند بلت مهني بسبلتر، بنزل شوف الخط هذا اخبركم اساسا نختصر المسافة. ها بيكون مصنع عود شوي يتين مش شوي، لان بي في وايد خطوط. هذا الخط كله بيكون انتاجي، ما بنرحم حد، ما في، ما بيكون من فوق، بيكون من هني. اثنين اثنين لحظة هد حبة مسافة هذا مبدئيا بداية المصنع. هذا بس بنحط الخطار انه يشتغل الحين. ايرون ار 1 ليش مش موجود؟ هيه لاني مديته، لاني مديته. هذا ايرون اور عشان ما تخربط زيرتو. يلا خافين شبري الاسم الحين ترى مش بترفل. تايم باست توقف دقيقة، تايم باست توقف دقيقة بس خليته متك. ليش؟ ليش نو باث؟ لا تقولي لازم ألفه. ترى ليش مسوي خطين؟ مفروض يروح بالاتجاهين لان عليه راسين. مفروض لكن نتنح مو مشكلة. خلنا نسوي
خلنا نسوي لنا يوتر. بس ما ينفع تي مش إنه مش مشكلة ما ينفع. شوف بالعكس بي ولا مو بي. شو ليش مو نفرلس يا الله هالريلز. خلاص فيها مخصات عساس يجهز بسرعة. زين في الرد بشوفك شو بيسوي. إيه صح نسيت خلاني وروح. عليه هجوم هنا. زين حطي لنا جدار هني صديقنا هني رصص. حطي لنا جيت جدار هني وهذا ما عندي دران. انا تترسلت سويت عقد الدران كلها تراني. ما قاعد يهجم فوق لا مش على الخطر مالي مش على الخطر. اي خرب بيتكم مشكلة بعيد الخطر. مفروض اوفر الحمايه دايركت. هذا هذا 50 هذا 50 هذا اوفر هيد. بنكمل لكم ان شاء الله الحلقة الجاية اظني ان احس ان الوقت تأخر حاليا على ان نكمل الحلقة. المهم بدينا المرحلة الاولى من مرحلة صهر الحديد والقطار. بنسمي مرحلة القطار ان شاء الله ما في مشاكل. ما عليكم بنرجع بنكملها نحن وبعدل هذا ونحن وانتم مش موجودين يعني. بخلي الاخطار يوقف هني برده منول بوقف بتشوف علومه. هذا هني وهذا هني شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا عندي 3 كارتس. عندي شو 3 كارتس بحتاج. هذا ما اظني ما اتوقع احتاجه بس الاحتياط واجب. نسوي لكم اخر صناديق ونوريكم البروسيس الاخير. 1 2 3 4 لا مش هذا نسوي السريع. نسوي شو السريع كله سريع حق هذا. شوفي اختاري وين اختاري ليش ما يرجع. بس ما خلص هذا طول ما خلص الحين. 4 1 2 3 4 3 4 حلو
ممتاز. لا بنحط العادي هنا، محتاجين سريع بس حق القطار، قطار بيروح بيرجع. ليش ما في؟ اوكي دمروا لي اللاين، لازم ادري. صرت شيك على القطار بعد شو سالفته. هذا خطوط الكهرباء. شوف اختارنا العزيز، يا اختاري ما كملت 5 دقايق. اروم اركب عليه قام تورنت اختار. خلونا نشوف. ليش الاختيار موقف في نفس المكان؟ شو مشكلة الاختيار يا جماعة؟ نو باث يقول، يقول لي ما في درب. زين خلنا نشوف يمكن تحته. لا يبقى نفس الشيء درب العكس، مع ان عندي قطار يمشي مفروض للصوبين. اوكي لكنه ما قاعد يمشي للصوبين. هذا اللي يقول الجايد مال اختار ويسار ترين ترينس متك ستيشن. وين كان الهلب مال الترين؟ كان في هلب للترين كل شوي يطلع لي وما اسوي له سالفه. خلنا نسوي ريسيرش شي لحظه. في ريسيرش للتورتس لاند ماينز والله مشروع شكله بيكون مشروع مستقبلي. كومبات روبوت حاليا مش محتاج له انا. ريسيرش بعدنا خلي اشيل زيادة. اوكي نو باثا. انزين حاليا خلق قلبي وسيع. ليش مرة مشل هذا؟ ما عندي مكان. اوكي قال ما عندي مكان. قال ما عندي مكان. يلا وين صار؟ اصلا خلاص ما تبغى فيول اكثر. كم تبغى فيول حق قطار صديقي؟ كم تبغى فيول حق قطار؟ ما تبغى بس وقف قطار هذا ابوي. ما تبغى اكثر حتى عن هذا. زين الحين سالفة اني انا اخليه هذا يلف. لا مش مفروض بالطريقة هاي لان الخطار شوفي مركز الابحاث شو ناقصنا. عنده مشكلة؟ ايوه اكيد عنده مشكلة. قاعد اسوي شيء مش مفروض في البيت. ركبت ريشي وما نبغى فلم ترون نصبح يطالع يعني. خلنا نسوي مسوي الصغار مشكلة.
بس المشكلة شو؟ المشكلة ان الخضار اوكي اذا ازيد عليه وين ستيشن ايرون ستيشن تينز كوربرتو انت زين خلنا نسوي ريسيرش شو هالكهرباء كهرباء خلنا نسوي ريسيرش مو مشكلة زين شو بيستوي الحين انا لازم استكشف هذا بعدين المهم هاي بداية الخطر و بكمل الحلقة الجايه كل لجل العيون ريسيرش الجديد ان شاء الله فشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجايه ودقوا لايك وسبسكرايب على الحلقة هذه.